دكتور مصطفى، السيرة الهلالية شرايح، نعم، مش كتلة واحدة. يعني الطبعات بتاعتها حلقات، يعني الطبعات النسخ المطبوعة مش هتلاقي نص ملموم على بعضه، ما حدش لم النص على بعضه من الألف الياء وقال دي السيرة الهلالية. خبر حضرتك بصرف النظر عن تجربة الأبنودي إنه جمعها من جابر أبو حسين وعمل عمل لها إيديت يعني، لكن الطبعة الشعبية اللي موجودة في الأسواق عنتر من شداد مجلد 1-8، سيرة زار بيبرس من 1-8، الأميرة ذات الهمة من 1-8 برضو، سيرة سيف بن زيازن 4 مجلدات بس. احنا عندنا كام، ما هي الحكايات الشعبية العربية، سير الشعبية العربية، سير الشعبية العربية المنتشرة لدينا؟ الأميرة ذات الهمة، مش هنقول منتشرة، هنقول ايه هي السير. الأميرة ذات الهمة، سيرة الزاهر بيبرس، السيرة الهلالية، ايوه، عنتر بن شداد، سيف بن زيازن، الزير سالم، في حمزة البهلوان، في سيرة فيروز شاه، بس يعني سيرة فيروز شاه يعني إيرانية شوية، بالظبط يعني تم تعريب بعضها. بس خلي بال حضرتك، في دول كلهم احنا عندنا السيرة الهلالية هي التي لا زالت تروى، الهلالية ما زالت تروى في صعيد وقرى مصر، نعم، وما زالت الأكثر انتشارا، نعم، لارتباطها بالصعيد كمان طبعا، يعني في جزء من الأحداث وقع، لأنه كمان في جزء من الهلالية لما في رحلتهم من نجد لتونس قعدوا في مصر، ويعني يعني يعني في 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 نصوص خاصة بمصر، وفي نصوص خاصة بعد كده إفريقيا، حتى تونس، ليبيا، يعني من أول المغرب العربي، من أول المغرب العربي لغاية نهر النيل، بالظبط كده، لنجد بقى. يعني نجد هي يعني هم بدأوا في الأول خالص قبائل نجدية. القصة بدأت منين؟ ان هم في اولا المواليد، مواليد الهلاليه اللي هو ازاي ابو زيد الهلالي اتولد يعني، والخمسه اللي موجودين يعني الجزيه الهلاليه. بس خلي بالك الحكايات دي يعني كتير من الناس بتعتقد انها بتكتب مره واحده او بتروى مره واحده. السير الشعبيه هي سير تنمو بمرور الزمن، نعم، وتتغير أحداثها وفعالياتها بمرور الزمن، نعم. ولذا إذا وجدت مخطوطة من السيرة الهلالية مبكرة عن القرن مثلا الـ15 أو الـ14، حتى كده مختلفة عن القرن الـ16، عن القرن الـ17، عن القرن الـ18، لأن مجموع الناس بيضيف للسيرة في كل طبعًا. مرة جزء جديد، طبعا طبعا، وده اللي بيخلي السير هي تراكم التاريخ الشفوي عند الناس، نعم، بالإضافة لتدخل التاريخ السياسي، تمام. زي زير سالم هو جزء من التاريخ الشفوي إضافة إلى التاريخ السياسي. لكن إحنا لو روحنا ناحية سيرة الظاهر بيبرس، هو تاريخ سياسي، نعم صحيح، بس هو بس أقول لحضرتك على حاجة بس في النقطة دي، هو الأساس عندنا التاريخ الشفوي. إيه اللي بيتقال؟ أول ما بيتحط يطبع بيثبت، بيبقى خلاص ثابت زي ما حضرتك بتقول كده على القرن 18 19 كده. لكن لما تيجي أنت تنزل دلوقتي تجمع نص من سيرة الهلالية، ممكن تجمع نص جديد خالص على فكرة، جديد خالص في طريقة الحكي، لكن الحدوتة العامة موجودة، واختلاف حتى الأمثال والمواويل اللي بتدخل ضمن السيرة، تمام. الظاهر بيبرس اختلافها الأساسي إن سلطان تولى حكم مصر فأراد أن يفعل دعاية لنفسه، فأطلق هؤلاء رواة السير الشعبية فأطلقوا عليه بطولات وأساطير لم تكن موجودة على أرض الواقع. فتعتبر سيرة الظاهر بيبرس أول برنامج دعائي لسلطان في العالم الإسلامي المتكامل عند الشعب. صحيح. رغم أن أنت ممكن يكون في شخصيات تانية ممكن كانت تبقى هي اللي واخدة البطولة الأكتر، وهنا اختيار الشعب للبطل. يعني الظاهر بيبرس أراد أن يجعل سيرته وشيء بيتكرر، على أدرك قيمة الإعلام مبكرا في السيطرة على الشعب وحب الشعب للحاكم. صحيح. فبدأت هذه سيرة الظاهر بيبرس اللي كانت بتروى على فكرة على المقاهي بالمناسبة، كانت سيرة الظاهر بيبرس وعنتر بن شداد والهلالية كانت تروى على المقاهي حتى الثلاثينات من هذا القرن، حتى ظهور التلفزيون. أنا بس بقول لك كانت منتشرة جدا، لا، إلى ظهور التلفزيون سنة 60 في مصر. يعني سنة 60 دي سنة فارقة في انتهاء في الكيرف النازف، في نزول فكرة الدور الثقافي سياقه الشعبي في تسلية الناس في سياقها الشعبي. صحيح. بس عاوز أقول لك على حاجة، حاول تعمل تجربة كده صغيرة من خلال البرنامج، هات راوي سيرة هلالية، سيرة شعبية، باتنين تلاتة العازفين اللي وراه. الربابة طبعا هي الآلة الرئيسية في رواية السيرة الهلالية في صعيد مصر. هات الاتنين تلاتة دول مع الراوي
وحطهم في اي قهوه كانك في مرحله الثلاثينات، الناس هتتف حواليهم وتستمع، وسط البلد هيقف كله. ودي تجربه احنا عملناها على فكره قبل كده، بقول لحضرتك الناس وقفت الطرق، وكان احد المقاهي الصغيره في وسط المدينه. ده معناه ايه؟ انه في حاله تعطش، اعمل اعاده انتاج للناس، هتلاقي الناس لا عاوزه تسمع وعاوزه تشوف وعاوزه تلتحم. بقول لحضرتك كان قهوه صغيره كانت 3 في 4 متر مثلا، وجبنا رواد سيره عشان يقولوا، بقى الشارع كله مقفول، وكان لو الراجل بتاع القهوه ده مشروب شاي بس لكل واحد هيبقى مليونير طبعا، مفيش كلام. بس ده معناه انه الناس عاوزه تشوف، عاوزه تسمع، عاوزه تشوف حكاء حقيقي وتتفاعل معاه وتغني معاه وتاخد وتدي معاه. ما هو ده ناتج عن ان العالم الفضاء الافتراضي والتفكك المجتمعي طغى مفيش كلام، بيجعل الناس في حنين الى الثقافه الشفهيه والتراث الحقيقي طبعا، وليس التراث الغير حقيقي. صحيح، وده يفرق كتير جدا في التعاطي مع مثل هذه المسائل في تراثنا بصوره عامه. صحيح. دكتور مصطفى جاد، احنا عندنا متحف للفنون الشعبيه في اكاديميه الفنون. نعم. هل فتح؟ هو انت حضرتك بتكلمني دلوقتي. نعم. الان في اللحظه دي بيتم نقل المتحف بسيارات مخصصه من مكانه القديم في التوفيقيه الى مكانه الجديد في مبنى اكاديميه الفنون، في مبنى معهد العالي للفنون الشعبيه. يعني نقدر نقول على مثلا مارس ابريل 2016 الناس ممكن تزور المتحف ده؟ مفيش كلام، هتفتحوه للناس؟ مفيش كلام، لانه في ازياء شعبيه من كل مصر، من الصعيد ومن سيناء، من الصعيد ومن الواحات، ومن في الخلخال، هتشوف في طبعا انواع اشكال كثيره من طبعًا الخلخال. طبعا احنا هنفتكر رنه خلخالي، الخلخال طبعا ده الفيلم الشهير. شوف كمان العنصر بتاخد من ايه؟ من الفيلم، بتاخد من عنصر شعبي زي قنديل ام هاشم ليحيى حق. فكره انه الزيت بتاع قنديل ام هاشم بركه، وعلى فكره ده هتلاقيه في التراث الشعبي، في حتى المسيحي والمصري. احنا ما نقول تراث شعبي ما نقولش مسيحي او مصري، بس هتلاقي لما كله مختلط ببعض، هتلاقي الفكره موجوده بشكل عام. هتلاقي الزي بتاع سيوه اللي عليه النقوش بتاعته، هتلاقي مرسوم عليه قرص الشمس. الناس ما تعرفش ان عندنا الاف الانواع من الجلاليب الحريمي السيدات، طبعا ممكن تشكل طفره في الموضه. صحيح، يعني الناس دلوقتي ما بتلبس جلاليب فلاحي ولا جلاليب صعيدي ولا بدوي ولا السيدات بتوعنا يعني. لكن انا بدعوهم ان هم زي ما السيدات الافريقيات اكبروا الغرب ان صحيح. يجعلوا الزي الافريقي للسيده الافريقيه موضه في كل انحاء العالم، ان سيداتنا ينطلقنا من الجلابيه الفلاحي على فكره السيده جيهان السادات لها صوره جميله جدا وهي لابسه الجلابيه الفلاحي في ميت ابو الكوم، وعملت ترويج للشكل ده. على فكره عارف ده بيدل على ايه؟ وده موجود لحد دلوقتي. انه اللي بيعيد انتاج الزي الشعبي المصري في اكتر من سواء السيناوي مثلا او الواحاتي او هتلاقي الطبقة العليا من المجتمع هي اللي بقت تاخد العنصر ده، لأن في حنين، وتلبسه في حنين وبتصرف عليه. أصل خد بالك إنه غالي، عارف ده لو بدأنا نعمل حملة قومية للزي الشعبي المصري، احنا بلد ما عندناش زي وطني يا دكتور. مفيش زي وطني للأسف الشديد، يعني معلش احنا الوقت بيجري معانا، والدكتور مصطفى جد أثار شجولا كثيرا إن أنا بلد ليس لدينا زي وطني، وبعد ما كان عندنا زي وطني كانت الجلابية الفلاحي طبعا بتاعتنا، مش الجلابية اللي جاية من الخليج. لو الجلابيه معلش يعني لو الجلابيه دي دخل بيها حد الاوبرا هيوقفوه بره، بس كده يعني لا إيه؟ ممنوع ما يصحش يعني عيب يعني الفلاح فوق رؤوسنا جميعا، فلاح والراجل الصعيدي الشهم الجدع فوق راسنا كلنا، احنا بنحترمه ونقدره ونقدر السيده الفلاحه والسيده الصعيديه، لان دول السيده الصعيديه والسيده الفلاحه دول مصانع داخل البيوت طبعا مفيش كلام، وابداع كل حاجه، وبيبدعوا حاجات كتير جدا، واحنا بنعتز بيهم ونفتخر بيهم جميعا، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط. صحيح، لو قدرنا نروج طبعا مفيش ده بس نختم حلقتنا بمثل اللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط. بس عايز اسالكم، احنا عندنا كام من الحكايات الشعبيه؟ يا ريت تذكروا لنا بعضها، ده سؤال الحلقه دي، اللي هيجاوب عليه هيحصل على مجموعه من الكتب هديه من برنامج رحله مع الكتب، ونلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله.